بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المديرين العامين وكافة إطارات وزارة الداخلية من وزارة الأمن ومن المديرين العامين المدنيين ومن الديوان ومن سائر المصالح وزارة الداخلية، أستغل هذه المناسبة ولم أقدم لكم جزيل الشكر والامتنان على كل التعاون اللي لقيته من جانبكم طوال هال14 شهر اللي قضيتم على رأس وزارة الداخلية، والمثابرة اللي مستعنتكم والتضحية الكبيرة اللي قدموها نخيان سواء من الأمنيين أو من المدنيين في سائر المصالح، وعرباطة الجأش والتصميم اللي لمستوا عند الغالبية الساحقة للالتزام بطموحات الشعب التونسي المتجسمة في أهداف الثورة وللإصرار على مصارعة الصعاب وعلى المضي قدما رغم كل العراقيل ورغم أحيانا حملات التشكيك. نحب نتوجه لهم الكل بالشكر على كل ما قدموه ومن خلالهم إلى سائر إطارات هذه الوزارة وأعوانها من الأمنيين والمدنيين على كل الجهود اللي بذلوها من أجل بسط الأمن وملاحقة الجريمة بكل أنواعها ومن أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإدارات الجهوية وفي البلديات وفي سائر المرافق. نعرف اللي ما زال قدامنا شيء كبير في كل هالمجالات هذا، نعرف اللي المواطن مازال ماهوش راضي على الخدمات اللي قاعدة تقدم له ويحب نظافة أكثر وإدارة أسرع وأحسن وأمن حقيقي ماسك بزمام الأمور. نعرف كذلك التصميم اللي موجود عند كافة المسؤولين والأعوان في هذه المجالات كلها، وطالما أن التصميم موجود والإرادة موجودة والجهد مبذول لاستجماع الوسائل وتطوير طرق العمل، فيمكن أن نقول بأننا سنكسب هذه الأهداف. الشعب التونسي يطلب الأمن، يطلب بسط الأمن، يطلب إنفاذ القانون، يطلب الصرامة في التعاطي مع سائر المجرمين بقطع النظر عن لونهم أو جنسهم أو جهتهم. القانون هو الفيصل. نحن دولة ديمقراطية تطبق القانون وتلتزم بالقانون، ما ناش نتساهلوا في التجاوزات، لأن أحد أهم عناوين الثورة هو كرامة المواطن، وإحدى مقومات هذه الكرامة هو عدم الاعتداء البدني واللفظي وصون حقوق الإنسان بأفضل معاييرها. ولكن من مقومات احترام حقوق الإنسان أن فعلا يتم إنفاذ القانون وفرض احترامه على اللي ما يحبوش يحترموه بشكل إرادي. حبيت نقول الكلام هذا باش نأكد نوع السياسة والنفس اللي نحبه ندخلوا فيه واللي نحبه نواصلوا فيه، وهو أنه لا مهادنة مع الجريمة ولا مصالحة مع الجريمة ولا صمت عليها ولا تراخي تجاهها. هناك تضحية حسام قدم فيها كل المؤسسات وعلى رأس المؤسسة الأمنية بمعارضة من الجيش الوطني اللي نحييهم الكل وأرجو لهم النجاح في هذه المهام السامية في هذه الظروف الصعبة. جهود على الحدود، تهريب الجريمة المنظمة، الإرهاب، تجاوز القانون، كل أنواع
كل الأنواع اللي فيها اعتداء على الدولة إلى آخر القائمة. أقدمكم بذات المناسبة الأستاذ لطفي بن جد وزير الداخلية الجديد الذي يأخذ هذه المهمة في مرحلة فيها تحديات، لكن واثق بما عرف عنه من إرادة وصدق وخبرة ومعرفة بهذه المجالات، وكذلك بتعاونكم الكبير معه، أنكم ستمضون قدما في تحقيق هذه الأهداف وفي تحقيق طموحات الشعب التونسي في أن نبني هذه الدولة التي نحلم بها، الدولة الديمقراطية المستقرة المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. ليس هذا مستحيلا، بل هو مطلب معقول وطموح مشروع، وهو جمع ما هتف به الناس خلال الثورة المباركة. فأريد أن أهنئه بالثقة التي وضعها فيها إخوانه في المجلس الوطني التأسيسي ومن خلاله الشعب وكافة النخب، وأن أرجو له التوفيق في مهامه السامية، وأن أؤكد له بأن الحكومة معه وبأني أسنده في كل الخيارات التي يتخذها أو تتخذها الحكومة بحسب المجالات. وزارة الداخلية وزارة أفقية تقريبا تتدخل في كل شيء، لكن في المجمل هي وزارة مدنية ووزارة أمنية في نفس الوقت. بدأنا عدة ورشات في الإصلاح وتقدمنا خطوات في بعضها، ولكن اللي مازال قدامنا أكثر من اللي قطعناه. ثمة نظرة جديدة لرسالة الأمن يتشبع بها إطاراتنا وأعواننا لهذا الأمن الجمهوري اللي هو في خدمة الوطن والمواطن وفي حماية المكاسب وفي حياد عن الحياة السياسية والثقافية وفي احترام كامل بحقوق الإنسان. ثمة عدة مجالات للإصلاح، بعضها بدأنا في ورشات عمل. إصلاح تشريع يهم قوانين كثيرة، لنا بعض المشاريع لهذه القوانين سواء ما تعلق منها بالتعاطي مع التجنب أو بمسائل المسيرات وأساليب مواجهتها أو بالقوانين الأساسية المنظمة للأسلاك أو بقوانين البلديات أو الولايات وغيرها. كثير من القوانين تحتاج إلى مراجعة في ضوء قيم الثورة وأهدافها والطور الجديد اللي صارت عليه بلادي. عنوان عناوين الإصلاح قلت رسالة الأمن ودور. اثنين، المستوى التشريعي أي القوانين والأوامر والتراتيب وسائر ما يتعلق بتنظيم الأسلاك الأمنية من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية والأسلاك المدنية من إدارة جهوية وبلديات ومجالس إلى آخره. العنوان الآخر يتعلق بالإصلاحات الهيكلية باعتبار الطور الجديد اللي صرنا عليه أدى آليا فضلا على الإرادة إلى تغيير بعض الهيئات. ممكن إدارات عامة تدوب وأخرى تتجمع وأخرى تتوالى. في هذا الإطار هذا يندرج الأمر الذي صدر والمتعلق ب الإدارة العامة للحرس الوطن والتنظيم بتاعها، يندرج أيضا بجملة من الأفكار حول مجموعة من الإدارات العامة التي وقع الاتجاه فيها ولا تنتظر إلا التقنين، وأخرى ما زالت محل بحث.
والمسيرة مستمرة في هذا الجانب، الجانب الهيكلي تقريبا في المستوى المدني وفي المستوى الأمني وفي مستوى الحماية المدنية. كل هذه المؤسسات قدمت مقترحات لتطوير هيكلتها. العنوان الرابع في الإصلاح هو عنوان التكوين والتدريب، وهذا أيضا فيه مجموعة من المقترحات تتعلق بكيفية الامتداد وشروطه وسائر مراحل الامتحانات للامتداد ومراحل التكوين ومراحل التخرج إلى آخر ما يتعلق بتطوير المدارس ومضامينها وبيداغوجيتها. والعناوين الأخرى في الإصلاح تتعلق بالوسائل وبالبنية الأساسية، وسائل العمل الجماعية ووسائل العمل الفردية، وبالبنية الأساسية من ثكنات ومراكز ومقرات ولايات ومقرات معتمديات إلى آخر ما نحتاجه من تطوير. يضاف إلى هذا ومعه كل ما يتعلق برعاية الأفراد، سواء تعلق الأمر، وقد بحثنا قدرا من هذا الموضوع، تعلق الأمر بالجوانب الصحية أو بالارتقاء بظروف العيش في الثكنات في حدود غيرها، أو ما يتعلق بتطوير جرايات وحدات الأمن بكل أسلاكها باعتبار الظروف الصعبة إلى آخره. احنا مسمين إن شاء الله وبتعاون مع الجميع للمضي قدما في كل هذه المجالات، ومتعهدون بأن ندعم كل الخطوات، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الأستاذ الوزير، وإن شاء الله تلقوا منه التعاون ويلقى منكم كامل التعاون، وأنا واثق بأنكم به ومعه ستمضون بهذه الوزارة، ستلتقون بها أكثر فأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حديث مع بعض الوزراء، وفي حقيقة الأمر المهم بتاع وزير الداخلية صعبة جدا، وحسيت قداش معناها المسؤولية كبيرة ياسر في هالظرف هذايا. صعب ياسر باش إنسان يعوض إنسان مناضل كسي علي العريض، لكن عزائنا أنه في الحكومة وأنه باش مدنا يد المساعدة وباش يقولولنا خير سند في طلباتنا. اليوم إخواني احنا صمام الأمان نتاع تونس، بيدنا نخلدوا رجل الأمن ومهمة رجل الأمن في تونس ما بعد الثورة. اليوم تونس محتاجة للأمن والاستقرار باش كل شيء فيها يمشي إن شاء الله. أنا نعرفكم وخرجت الجبال نبر وجبال شعامبي وتوجهت مع خيرين الأمنيين بوصفي حقا لتحقيق ووصفي وكيل جمهورية، وتناولت معهم الكلمة المتعداش وركبت معهم كراهب اللي تتعدى بينا من حين آخر. طبعا كان ملم ببعض الصعوبات، حتى في بعض الأحيان لو جونا على كراسي في المراكز الوكيل الجمهورية وحاكم التحقيق من الجماش. رغم ذلك اخواني راي الإرادة هي الكل، وراو نعرف انه رجل الامن يخدم 24 ساعة. حاكم التحقيق في الجمهورية يروح ورجل الامن يمشي يعمل في المحكم ويحقق ويجي صباح يعمل اذن بدفن الجثة وإلى غير ذلك. ونعرف انه برشا امنيين مش راضيين على الوضع نتاع التردد نتاعهم. ان شاء الله احنا محتاجين الدفع معنوي ودفع مادي. بدايتي السيد علي العرير، وانا فهمت ان شاء الله نمضي فيه قدما، وثم حاجات سريعه لازم نقوموا بها، وان شاء الله مع بعضنا نمر بتونس الى بر الامان. ويعطيكم الصحه. بالأربعتاشر شهر كان
الدولة مستمرة والرجال يمرون، وكل واحد يعمل حجرة وهكا يقام لدفيسة العرب الصرح، وهكذا يعطي الصرح. ربي يبارك فيكم وكثر خير.